يلا. تفضلي تفضلي. استنى استنى يا ستي. يلا يا حبيبي حسن اصبر علي. يلا بسم الله. تعالي تعالي. أنا مالك أنا مالك. شايف حالك؟ أمر. أونطجي. في إشي يا ستي؟ شو بدي أقول في يا ستي؟ زمان زمان الله يرضى عليك. ستي أنا بدي أروح أجيب فطور، بدك إشي؟ سلامتك ستي، بس دير بالك على حالك. يلا إن شاء الله. دير بالك على حالك. بدك تروح؟ برجع يا كوكب، برجع لا تخافي. ترجع؟ برجع. مستقلي فيه؟ احنا وحيدين بالاخير، ما حدا رح يعاني زينا. هاي البلاد يا كوكب ما بيرجعها الا رجالها. خليني ألحق أروح الحمام قبل ما يجوا. على وافي ستي. عافي بدنك يا حبيبي. كيفك حبيبتي؟ الله يسعدك، سلم إيديك. أنا آسف. مشان مشان يا حبيبي، خربانة. روح الحمام التاني. ليش بتدق الباب يا كوكب؟ مش وقته مش وقته مش وقته. بدي اسوي لك الزواده. الزواده. قلتي لي الزواده. دي يا عينو. الله لا يحرمني الضحكة.
اسمعيني انا معدتي بتزقزق وميت جوع. بالله حبيت البندورة هاي تعطيني اياها. هذا الاكل للطريق. الله يصبرنا على الطريق. امين يا رب. امين. ستي. اي حبيبي. ستي والله جوعان كثير، وبعدين قلت لك سندويشه وحده، عامله كتيبه للجوعان يا ستي. بس خد هاي غسلتها. بلديه. طب ستي خلينا نشوف مين على الباب وبجيك. يلا يا حبيبي. لا تطولي. اسمع الدق على الباب، شكلهم مستعجلين. بعرف اني تاخرت كثير، بس كمان انا بدي الحق ارتب اغراضي. مش معقول يعني الواحد يطلع هو كمان حتى مش مرتب اغراض. وهي الرسائل انا بعرف يوزعهم غيرك، هات فهمني. هاي الرسائل ما حدا بيعرف يوزعها غيري، وما حدا راح يوزعها غيري. ما راح اطول. ما راح تطول. راح تطول وكثير. عمر بحاله. انت ليش بتنقي علي؟ قلنا لك يومين وبرجع. مش لحالي انا والبلاد. كوكب كوكب. أنا بحبك. طب كان خليك وين أحمد؟ بدي أسلم عليه. بلعب مع الأولاد. خلينا نروح نادي. لا 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 وأنا طالع بشوفه. ستي هدول الجيران بيحكوا انهم بدهم 20 قرش عن كل سنة لشركة الكهرباء من سنة 67. تخيلي. هذا بسكليت جدي اكيد. كان يوزع الرسائل عليهم صح؟ كثير مصدي. انت زعلاني عشان هيك؟ ولا يهمك، انا بكره راح اخده واصلحه، بس بيكون اليها.
ستي 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 أنا راح أروح أدفع الفواتير. ادعي لي. Thank you.